يا جماعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة معنا تحدي طرش ما بيهزرش. معنا هنا طالبين وجبات من البركة. التحدي اللي هو معروف على النت يعني اللي هيعمل ازازة كده ايه ده دي وقفت وانا بتكلم. ايش يا جماعة كده دي حاجة مبشرة اللي انا هكسره وهدشمله في التحدي. انت مش هتعرف تلعب معانا. هنشوف 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 اللي هيعملها كده يا جماعة وتقف. طبعا كلكم عارفين مش لازم اشرح انتوا حافظين. هيقعد ياكل بقى. هيقعد ياكل احنا جايبين وجبتين اللي هيخلصهم بقى لوحده وهو الشاطر في اللعبه دي. اقعد اتفرج عليه. فما تقلقش يعني كده كده انا اللي هكسب. فقلنا ايه نجرب كده ونشوف حظنا في اللعبه دي بتقول ايه. يلا بينا. يلا بينا. ابدا انت ولا تبدا انا؟ الكبير يبدا. طب لا انا طب طيب مش خلاص. انت شفتني اصلا. طب قرب شويه. ايوه ايوه ايدي اصلا مش عارف. انا نسيت الموضوع ده. انا صغير. دوب ورا قص يا ابني. دوب ورا قص اهو. لا ايه ده انا هلعب. كنت قاعد اكل. يلا بسم الله. ما جاتش. ايه مره ومره ايه مالك اصلا. لما انا هيبدا واعمل لي حوار. بسم الله. انا هاي خلاص انا ما اكلتش من امبارح. اللعبة سهلة ولا احنا اللي لا اصبر يا اسطى ما تخلصش الاكل عدلي بقى. اصبر يا رب. طفطف ايه اتعدلي ولا هخلص الاكل. قوم يا رب. طعمها ايه الفراخ اللي ما لقيتهاش اصلا. لسه هاكل. هاكل هقومك من اول اللحم. بس تعبت. اكل جامد. اوه يا عم اهي. اوه انت بتاخد لقمه بقك عبال ايه ما لا لا ما لا لا ما تسيبش. اوه يا عم انت عايز اكل عيش. والله اللعبه دي بس انت عايز اكل عيش. هو انا ما اعرفش باكل عيش ليه. ما اكل فراخ على طول. ما استهبل. قوم بس يا ابني. انت بتملى بقك كمان بتسلي نفسك وانت بتلعب. بتملى بقك بقى. عايز تتكلم انت على امك. يا حبل. انا رزقي حلو. ما هتمشي يا ملبن الا اصبر. يلا اصبر يلا اصبر 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 يلا. والله بسم الله. والله جامد. اتعدلي بقى. يلا هي عندي بتيجي تقعد بتطول ليه؟ انا من اول مره. يا ربنا الفجر هيبدا وانا قاعد هنا بجرب اوقفها. بنروح على الـ على الصدر عشان وقفي 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 اهي وقفي. مش واكل عيش. انا هخش على الفراخ. انا شبعت اصلا يا جدعان. لا ربنا يحنس الواحد. انا اصلا هموت واكل. انا جعان. تعيش تعيش حياة امك. ابوس تعيش. ايدك انت وغطيانك وابوك الاثنين لتر. ابوس ايدك اكسب. دعيلها خلصت التومية. خلصت التومية. يا ربنا. يا جماعة بالنسبة للبركة لو عايزين تطلبوا منه أكله حلو بس بيدي بطاطس قليلة. والله البطاطس مع الوجبة لا تذكر. معرفش بيزلنا ليه. يلا أنا يعني قلت لهم في التليفون ده لتصوير وهنطلع بيه على اليوتيوب. بس هو يعني هو عمل اللي عليه اللي هو اداهولي سخن. بس قوم انت اندمجت بالكلام. جاب لي وجبه سخنه وكانت بصراحه حلوه يعني كسخنه يعني. بس كبطاطس يعني صفر على الشمال. مفيش 3 4 كبطاطس صفر على الشمال. صفر على الشمال. الله والتوميه لا اله الا الله. تحفه تحفه يا عم. يا جماعه بيموت. راح يموت. جدع يلا الحرقان دخل في مناخيره. طول بقى. ربنا يشفيك يا يوسف. يا عم ربنا معاك يا حبيبي. بجد انا متضايق جدا انك انت لا 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 روح. انا مدمع. انت تعبان يا حبيبي. روح المايونيز بقى. المايونيز ده لا قوم افتح الكيس. طيب
تعرفين اللي حصل بتاع مش عارف حاجه حصلت عيني الدم مش قادر مش قادر بس هاكل برضه يا بنت اللذينه اوفي بقى انت مش كنت بتموت يعني ده انت عارف انت لو مفيش المقلب ده كان زمان دلوقتي رحت ساعه تعيط في المطبخ والحمام هناك اتمنى ان الاوردر الجاي لو حد من الشغالين في بركه بيتفرج علينا يظبط لنا الاوردر الجاي والنبي يحط فيه بطاطس زياده بس كده يلا هو كده مين كسب في التحدي يا ابني مين كسب في التحدي ان شاء الله انا انت شوفوا مين كسب في التحدي وعدوا كم واحد وقفها اكتر من التاني وشوفوا اللي كسب قولوا في الكومنتات يا يوسف الدسوقي يا عبد الرحمن الدسوقي انتوا عدوا الوقفات وشوفوا مين فينا اللي كسب يلا لسه عالي ها لسه عالي